كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المجلس 16 من مجالس شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة بعد النهاية من المقدمات نفوك المقدمات يدرسني عند المجلس رقم 15 عند آخر مقدمة مسألة لا تكليف إلا بفعل شرحناها نشرح ذاك المقدمات ثم نشم ذي المتن ذي الكتاب الأول لماذا الكتاب الأول؟ هذا هو عنوانه لأنه هو أخبارنا في خطبة الكتاب يعني الكتاب نتاعو اللي هو جمع الجوامع في نهاية الخطبة ماذا قال المصنف قال وينحصر في مقدمات وسبعة كتب هكذا قال المصنف ذي الخطبة لثم زواروث إن يغيد بلي ثكثف ثقينس ذا شوي لندكس لذلك المقدمات التي انتهينا من شرحها ندوى سبعة كتب سبعة العناوين سبعة الكتب أران غر ذي ثفتقينس تاج الدين السبكي جمع الجوامع هكذا قال وينحصر في مقدمات وسبعة كتب ورد هذا الكلام في نهاية خطبة الكتاب هذا من باب التذكير مقدمات جمع الجوامع انتهينا كملناها أتممنا شرحها وبيانها في المجالس السابقة نشرح ثنتيد نفك ثنتيد والحمد لله رب العالمين ثورة أنفذ مباشرة إذن مع الكتاب الأول هذا هو العنوان الكتاب الأول كلمة الكتاب وردت هنا بمعنيين المعنى الأول ما يساوي الفصل أو ما يساوي الباب وهو مصطلح هذا المصطلح هذا اللفظ الاصطلاحي ماذا يراد به؟ يراد به مجموعة من المباحث أو المسائل المتحدة في المضامين المتجانسة التي يجمعها محور واحد بدي نصطروا مثلا شابيتر مثلا شابيتر هذا ضرب في تمثال يقصدوا كل الموضوع المحورني مثلا أطفض مجموعة مسائل مباحث متجانسة أستفكض أن تيتر عنوان ومقارنة واستقبالي فسنتل أسنتل عنوان باب كذا إلى آخره وهذا من باب التدقيق ومن باب يعني التخريج المنهجي للحديث رقم عنوان الكتاب عنوان الباب إلى آخر ما تعلمون الآن كلمة الكتاب وردت بمعنى آخر ذقي في هذا الكتاب الأول في هذا قال في الكتاب ومباحث الأقوال اخذ من العنوان
ما الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ هناك فرق. المقصود بالكتاب أم زوانو ذين دنيا كثيرة مدينة في الكتاب، المراد هنا القرآن الكريم، المراد هنا القرآن الكريم في الكتاب ومباحث الأقوال، ليحدثنا عن أصل الأصول، ليحدثنا عن أصل الأدلة. صفي أول زوال كتاب كتاب. صفي إذن ذاك العنوان يخدم في الكتاب ومباحث الأقوال، المقصود هنا الكتاب عن القرآن الكريم. الكتاب صافي فهم القرآن الكريم، ما هوش الكتاب من معنى الأول. ومباحث الأقوال، وش يقصد مباحث الأقوال؟ أي مباحث الألفاظ. يقصد من مثلا الأمر، النهي، الخاص، العام، المطلق، المقيد، هذه المباحث. وقد فصل فيها تاج الدين السبكي حينما تحدث عن الأصل الأول، ولم يفصل فيها حينما تحدث عن الأصل الثاني وهو السنة النبوية، وسيأتي البيان. ثم أنفذ المتن. إناد المصنف الكتاب القرآن على طول مبتدأ وخبر. الكتاب القرآن، نركز. المصنف عرف الكتاب بتعريفين، الأول بالمرادف والثاني بالحد. لذلك المصنف رحمه الله تاج الدين السبكي عرف الكتاب بالمرادف وعرف الكتاب بالحد. تعريف بالمرادف كي قال الكتاب القرآن، بمعنى إذا أطلق الكتاب بلا قيد ينصرف مباشرة إلى القرآن. قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية الثانية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أطلق الكتاب ينصرف المعنى مباشرة إلى القرآن. ما راد ينظر الكتاب ماشي المعنى ليس الكتاب باقي جمذان مع القرآن. وإذا كنا في مجلس نحو نقرأ النحو، نقرأ اللغة العربية، كي نقول كتاب إلى أين ينصرف المعنى؟ كتاب سبويه أنعمه حيه نعم. إذا على طول يا سبويه، إذا كي نكون في مجلس لغة لازم ينصرف. إذا جاء المدرس ولا يقول لك ورد في الكتاب المراد بذلك السبوي، إذا كان عنده، إذا كان في مجلس فقهين ندرس الفقه المالكي معنى المدونة، معنى المدونة نروح بالعقل شوية شوية درجة درجة. يلا الكتاب القرآن. إذن فالقرآن هو أصل الأدلة، إذن سيد ذي الجذرة، إذن سيد الأصل، أصل خطر. أدلة الفقه أشرنا إليها فيما سبق حينما عرفنا علم الأصول، العلم بالقواعد الكلية التي يستنبط بها كذا إلى التي يعتمد عليها وكذا في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية هكذا. وبعد ذكرنا شرحنا المرة اللي فات في المحاضرة هذه، قلنا محاضرة جامعة. لماذا تلك المحاضرة الجامعة؟ وأعطينا هكذا أفكار ومعلومات عن القرآن وما يتعلق به من بعض المباحث والسنة النبوية، تعريف السنة عند الأصوليين، تعريف السنة عند المحدثين، تعريف السنة عند الفقهاء، وبعدين الإجماع، وبعدين القياس، العرف، المصالح المرسلة. هذا الذي شرحناه يفيدنا، نستثمره كما قلت لكم سادتي، نستثمره في المجالس القادمة إن شاء الله وقدر. نعود ويكمل المصنف قال والمعني به هنا، ها
هكذا يقول المصنف. والمعني به هنا ماذا يقصد هنا؟ يقصد في أصول الفقه. ها صافي، قال الكتاب القرآن. أعطيك الصحة يا تجدين السبكي، الكتاب عن القرآن فريدها لنا. والمعني به هنا، ما المراد هنا؟ معني في أصول الفقه. نفتح قوس مهم، ما هي أسماء القرآن؟ وردت كثيرة أسماء القرآن، وردت في القرآن، أعطي لكم بعضا منها. الكتاب، طبعا دون أن أشرح أو أفصل أو أعلق، ربحا للزمن. الكتاب كما في سورة البقرة الآية الثانية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه. القرآن اسم الكتاب، إساس اسم يظن كلام الله، كما ورد في سورة التوبة الآية السادسة. الفرقان في سورة الفرقان الآية الأولى. النور كما في سورة النساء الآية 147. الذكر، الذكر كما في سورة الأنبياء الآية 50. البرهان ذي اسم اسمه القرآن كما في سورة النساء أيضا الآية 174. الحجة، من أراد حجة في القرآن يكفيه كما في سورة الأنعام الآية 149. الشفاء ورد مثلا في سورة يونس الآية 57. ورد في سورة الإسراء الآية 82. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. البيان كما في سورة العمران الآية 138 إلى آخره. الوحي كما في سورة النجم الآية 4، إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك من الأسماء. هذه فقط قوس نفتحه لمزيد من البيان. أعود إلى المصنف، ماذا قال؟ والمعني به هنا، هنا يعني في أصول الفقه، لأن كتاب جمع الجوامع كتاب عظيم جدا من كتب علم الأصول كما ذكرنا سابقا، وقلنا هو خلاصة 100 كتاب في علم الأصول. كل ذلك هذا بيناه فيما سبق. والمعني به هنا، هنا معنى أصول الفقه. اللفظ، فرغت في التعريف بالقيود، تعريف الحدي هذا. يسمحوا لي لو كان قل لك تعريف السنة، السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جوابه صحيح. ولكن إذا كان حبينا التعريف الدقيق الحدي، أنا أسألك إذا سألتني ما هو التعريف الشرعي عند من؟ عند الفقهاء. نعطيك تعريف الفقهاء. إذا قلت عند المحدثين وهو أوسع تعريف، نعطي لك تعريف المحدثين. إذا قلت عند الأصوليين فيما يعنينا، هو ما ثبت وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، سنة قولية سنة فعلية سنة تقريرية. لكون قلت تعريف القرآن، القرآن هو كلام ربي، كي تقولها كان جواب صحيح. ميكي يقولك أعطيني التفاصيل قيود، لازم تقولها هو كلام الله تعالى. لماذا؟ تمييزا له عن كلام الرسل، وتمييزا له عن كلام الملائكة، وتمييزا له عن كلام البشر، لازم تقول هو كلام الله، ذا ولا ربي. زيد المعجز، علاش تقول معجز؟ لأنه معجز، معجزة خالدة، معجز في نظمه، معجز في مبانيه، معجز في معانيه، معجز في تشريعه، معجز في كل شيء. المعجز بكل ما تحتمله كلمة المعجز. زيد قيد ثالث، المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيغر تمييز له عن الكتب الأخرى، عن الزبور على داود، عن التوراة على موسى، الإنجيل على عيسى، وقي القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. صافي، هذا قيد معتبر. اسمه ذي لي
المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي ولا لا؟ لا، خطر ربي قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وفئة أخرى بلسان عربي مبين باللفظ العربي. المتعبد بتلاوته لازم لازم، الذي يقرأ القرآن يثاب. تقرأه في صلاتك ولا في غير صلاتك، تقرأ القرآن عندك أجر. تعلمون يعني الأحاديث الدالة على ذلك، اشتقي الله صغز القرآن أقرأك تعبد ربي وأنت تتلو كتاب الله. المنقول إن بالتواتر، إيه ما وصلنا إلا بالتواتر، والتواتر يفيد القطع واليقين، صح؟ المكتوب بالمصاحف هذا، بعدين قد نفتح قوس جمع القرآن في كلام طويل من مباحث علم القرآن، وبعدين المبدوء بصورة فاتحة والمختوم بصورة الناس. هذه من تعريف من التعريفات التي ذكر العلماء باش يعطينا كل هذه القيود. حاجة حلوة يعني من ناحية العلمية، الإنسان يوسع مخه باش شي كان القرآن هو كلام ربي وفرات، إيه كلام ربي صحيح، مرنود مرنود في كارد، وتسقيذ الفائدة من فوائد المجالس العلمية. لماذا في كل مرة نقدم ملاحظة سادة الأفاضل نقول الحلقات العلمية ضرورة ضرورية جدا، لا أحد يستغني عنها ولو بلغ شأو كبير في العلم والتحصيل. أقل جلوس إلى الحلقات العلمية كما كان يفعل سادتنا العلماء في منطقتنا على وجه الخصوص وفي الجزائر على وجه العموم. أشتقيت وسني في مورت النازي نفاد كل الشيخ النغ إمارنا أضحكون أضحكون يضرى كذا يضرى قيد الموطا ذا قيد الرسالة ابن أبي زيد القيرواني ذا قيد مثل ابن عاشر إلا وندا تجرمت إلا وندا خير ربح إلا وندا تفسير القرآني لا الخير سواطاس سواطاس إن شاء الله نظمع يا ربي أديوغال الخير أكني قلة وإن شاء الله ذي لي أحضر. ثورة بهذا المنهج واش قال المصنف تاج الدين السبكي؟ والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شفت المنهج؟ تعريف الأول هي القرآن الكتاب، الكتاب القرآن، الكتاب القرآن. ثورة تعريف ثاني الذي أورده المصنف، تعريف ماشي بالمرادف بالحد، والمعني به هنا اللفظ اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قلنا تمييزا له عن الكتب السماوية التي نزلت أنزلت على سواء صحف إبراهيم إبراهيم الخليل ولا الزبور داود ولا توراة موسى ولا إنجيل عيسى وهكذا عليهم الصلاة والسلام جميعا. اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز. القرآن الكريم ماشي غير المقصود به الإعجاز برك، نعم هو معجز من خالدة صح، ولكن هو كتاب هداية وتشريع، كتاب تربية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تجي سورة الجمعة الآية الثانية، ربي قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورة الجن الآية الأولى والثانية. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. سورة الإسراء الآية التاسعة. حسب القرآن يهدي، يهدي التي هي أقوم عقيدة إيمانا عبادة شريعة أخلاقا وسلوكا. ولكن المصنف لماذا لم يذكر كل هذا؟
ما قالش هو كتاب هداية وتشريع وتربية وأخلاق، لا لا، قال الإعجاز. وقد قلت لكم سادتي الأفاضل أن لغة الأصوليين، وقد أشرنا فيما سبق إلى كتاب الورقات للجويني ومختصر ابن الحاجب وإلى آخره، لغة دقيقة عميقة، أحيانا يكتفون بالإشارة، أليس كذلك؟ بعضهم يقول كلاما يشبه الألغاز، وقد ذكرنا بعض الألغاز في المقدمات، يرمي لك كلمة وانت فهمها، لازم ترجع للشروح. يقول لك وهو ما ذهب إليه الشيخ الإمام، شكون علم الشيخ الإمام هذا؟ شكون هو الشيخ الإمام؟ كي نعطي لكم فهموا المفتاح، مقصود الشيخ الإمام معنى باباه، معنى والد المصنف. وكي تحدث عن الإمام الغزالي أو الغزالي أبي حامد إلى آخر ما تعلمون، نروحوا بالعقل نفكوا كاع الرموز نتاعو، نقراو المفاتيح نفهموها وسهل إن شاء الله تعالى. إذن قال هنا للإعجاز، وقد قلنا قبل حين في تعريف القرآن الكريم أنه هو كلام الله المعجز. الإعجاز ما لم يذكر إذن المقاصد الأخرى كذا وكذا، يعني الصفات الأخرى نتاع القرآن تاع الهداية والتشريع والتربية وكذا، قلنا اكتفى بهذه التمييز باش يبين باللي هذا القرآن الكريم معجز، معجز في نظمه، معجز في ألفاظه في مبانيه، معجز في بلاغته. وقد قال القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورة الإسراء الآية 88. هناك آية أخرى في هذا السياق ولكن ذكرت هذه على سبيل المثال. رب ذي قار لو كان ذمرين الجن أو الإنس أو الجن أو البشر، وهذا الكلام نزلوا ربي في الوقت اللي كان شكون اللي هذا العربية كما هما العرب فرسان البلاغة، العرب عمالقة البيان، واللي يقرأ الشعر العربي القديم يزهى يتمتع، وش الجمال وش من هذيك الصياغة، وش حاجة راقية جدا. كما احنا نقول بقبيلية فأنا هضرت قبيلية تحت البوال غلا لنا سي أسا وقديت سمسلين تقبيلية أسين ذا حد البوال فنينة الشفاح ثلها ثقرز ذا حد البوال لن يحدث البوال زركان وقديم سفران يتجاني مزورة حاج سعيد المثول للشيخ محمد الحسين فلان وفلان وكو قادني وكو ذاين كان ذا المدرسة صغارين مدن وياض سمسلاين اجر روش يغدي جاني مزورة ايه ولكن كل لغة ساعة وقاديس إذا عرفت وقاداقين تعرفن العرب رب ذي قار بعد ما بين كامل يعني طرق التحدي وكذا إلى آخر ذكرت في آيات أخرى قبلت الآية في سورة الإسراء الآية 88 قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كان تحدي بعشر صور مفترية، تحدي بصورة، تحدي كذا بلا ما ذكر هذه المعاني ربحا للزمن فهي معروفة. لكن سمحوا لي مدام هو قال للإعجاز، إذن من حقنا أن نفهم ما هوش غير الإعجاز اللغوي، حتى الإعجاز تاريخي. القصص اللي ورد في القرآن الكريم فيها إعجاز، الإخبار عن المغيبات عن الغيب فيها إعجاز. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، تعرفوا الحكاية. وكذلك الإشارة إلى فتح مكة، كاين أمور ربي سبحانه ذكرها من باب فيها إعجاز. من وجوه الإعجاز هذه الإعجاز التشريعي أيضا، الآن بين قوسين
علماء القوانين، علماء القانون، عقلاؤهم يشهدون بأن ما في القرآن أو ما في الوحيين كتاب السنة من التشريع لا مثيل له، وهذا يمكن إثباته بآلاف الأدلة، ماشي بمئات الأدلة. اقرأوا التشريعات وقارنوا شوفوا. إذن في أعجاز تشريعي يا جماعة الخير، في أعجاز تشريعي. كي نقول أعجاز تشريعي في جميع المجالات، سواء ما تعلق بالبناء الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، آيات كثيرة، سورة النساء الآية 21، سورة الروم الآية 21، سورة البقرة الآية 222، سورة البقرة الآية 228، سورة البقرة الآية 229، سورة البقرة الآية 237، سورة البقرة الآية 231، هذه كلها آيات راهي في هذا المجال. نروح المجال الاقتصادي والتجاري أيضا، سورة البقرة الآية 275، وأحل الله البيع وحرم الربا. سورة البقرة الآية 282، وهي أطول آية في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ما يتعلق بالرهن، ما يتعلق بالتوثيق الديون، ما يتعلق بالإشهاد، ما يتعلق، كل هذا راه موجود طبعا، ولكن أخذ في الحسبان. ماشي كي نقول لكم هكا معناتها تتصوروا باللي القرآن فيه تشريعات دقيقة لكل أمور. لا لا، ما قلت هذا، ولن يقول عاقل هذا الكلام، لأن البيان جاء بصيغ ألف باء جيم ألف، البيان الكلي، وذلك بورود آيات قرآنية مقعدة لقواعد يمكن أن نفرع منها فروعا، كقوله تعالى في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه الآية ترسخ لمبدأ الوفاء بالالتزامات، وممكن أن نستخرج مئات الفروع من هذه الآية الواحدة لأن بيانها كلي. كي قال ربي ولا تزر وازرة وزر أخرى، القاعدة القانونية تقول الجريء العقوبة شخصية، لا نعاقب شخصا بجريرة غيره. أنعمه عندك، كي قال الله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تخرج جملة من القواعد، من هذه القواعد التثبت والتبين، من هذه القواعد الأصل البراءة، البراءة الأصلية، من هذه القواعد لا يفسر الشك لصالح المتهم، من هذه القواعد كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. كي نقرأ قوله تعالى في سورة البقرة الآية 173، ربنا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقول الله عز وجل في سورة المائدة الآية 3، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نستنبط منها جملة من القواعد الفقهية، مثلا الضرر تبيح المحظورات، والضرر تقدر بقدره إلى آخره، والضرر يزال والضرر لا يزال بمثله. خدمة، ونجيب لها حديث ذكر تاع الموطأ، لا ضرر ولا ضرار، خدمة. إذا جمعت الخير هذا تشريع، إذا خير ربي ما شاء الله. لذلك سادتي أنا أشرت الآن إلى الإعجاز التشريعي في المجال الاقتصادي، في المجال كذا، في جميع المجالات. هذا بيان كلي، كاين وين بيان تفصيلي. نعم، ربنا قال في القرآن كما في سورة النساء الآية 7 وما بعدها، إلى أن قال الله عز وجل للرجال نصيب من ترك الوالدين والأقربين إلى آخر. التشريع في صميم علم هذا علم الفرائض، دقيق جدا، علم حسابي رياضي في غاية العمق والدقة. ومن بعد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، دوتير اثنين على ثلاثة، وإن كانت واحدة فلها النصف واحد على اثنين. وبعدين ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أنسيزيام ما ليس على الدرية مورسعة، وإن لم يكن له ولد ورثه وأبوه فلأمه الثلث، معنى الثلث الأم والأب يرث الباقي تعصيب بصفة باعتباره عاصبا.
هاو في خدمة كبيرة، هان عميه جيب لي أكبر عالم رياضي حسابي يدير كل الاحتمالات نتاع الدنيا، ياك لي بروبابيليتي دو موند، عالم راهي موجودة في هذه الآية، غير ربي اللي يقدر يقول هكذا برك، سوى ربي سبحانه، واحد آخر ما يقدر. إذن هذا بيان تفصيلي، وكان أمثلة أخرى، وكين وين البيان ما جاش كلي، ما جاش تفصيلي، كان بطريقة أخرى مجمل يحتاج إلى تفصيل من السنة فقط. نعم، كقوله تعالى في سورة البقرة الآية 110، وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. مي كيفاش نصلي؟ هذه غير الرسول اللي يقولها صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتم من أصلي، تعرفوا كل هذا الشيء. إذن جماعة الخير هذه كلها العلوم تتكامل يوث يوث مع الوقت، من بعد المخي كانت يفهمك أو يفهم ما تيسر، بعدين حينما يستقبل المعلومة يكون عادي. علمنا شيوخنا رحمهم الله وحفظ الله الأحياء، قارن ثم سنين تحوج الأثاب مش كذلك، شحال الهموم ينساعد المجتمع نغس بذل قلنت مسلم دافس قول واش حبيت سين قال استقبالي اقنا نكتل ديضيمي انا عمي قاع نستنبطوا الاحكام خير ان شاء الله، ماشي غير نتوما المشايخ، اي واحد يروح الكتاب والسنه يستنبط وراه رايح، ورانا رايحين ورانا رايحين. سلاح عقل سلاح عقل استاول يوث 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 يوث. إذن نروح الآن وش قال للإعجاز؟ قال بصورة منه، بصورة منه، الصورة هذا معناها مقطع مجموعة من الآيات، مثل مثلا سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شأنك والأبتر، ثلاث آيات. معنى الإعجاز يتمثل في الصورة، الصورة حتى لو كان تأخذ لفظ وحده ما تقدر تقول محجز، هذا القرآن يتشكل من ألفاظ عربية، قد قلنا الآية تقول إن أنزلناه قرآن عربية، ولكن يظهر الإعجاز من مجموعة آيات، وكما قال المصنف بصورة منه أي من القرآن، ولو كانت هذه الصورة قصيرة، يعني في باب الإعجاز سورة الكوثر كسورة البقرة، سورة إذا جاء نصر الله كسورة آل عمران، وهكذا هذه فيها إعجاز كامل. بعدين زاد قال المتعبد بتلاوته، ها ذكرناه قبل حين في التعريف، هو أيضا ذكره، معنى باش يقولنا هذا القرآن يتعبد بتلاوته. أنظر القرآن أثغر ضمذي الظلث أثقار السعر لجر السعر ثواب، ما تغرض ماشي للظلث فريض الظلث الخير ربح غريث إذ يرحم ربي مغار النغيم زور إسان في اسمين في القرآن. المشايخ إسان في اسمين، ماشي كان المشايخ الشيوخ ويوكم الدناك ذي مغارين ذي مغارين ذي رقزن ذي مغارين ذي مغارين إلاوي ذي إلاوي ذي رقزن إسان في اسمين في حموما إسان في اسمين في القرآن الصغرين هذي غرفنا في معمرين يعني إذ كان إخي ماشي كنت يفنانا فانت انت مزورة سيدي منصور سيدي سحنون شرفان بهلول سيدي احمد ودريس ياكو كثم عمرنا كويسا ذي المنطقة نغنى ذي الجال زير كامل يرني لقاس نسمي سيدي لقاس نسمي سيدي خطر يستهلث ما لا يستهلث اللي عنده هذه الغيرة على الدين ويعلم كلام ربي كلام ربي سبحانه عز وجل والحمد لله زوايانا كانت تحفظ وتعلم القرآن. بالمناسبة من المناهج المعتمدة خاصة في الجزائر وبلاد المغرب العربي كانوا يبدأون بتحفيظ القرآن أولا، خاطر ممكن كل شيء واحد ما يعرفش يقول لك علاش ما يعرفوش الفقه الفقه والأصول والمقاصد يا ولدي بالعقل الناس بك يقول يحفظ القرآن مليح تفهمين كي يحفظ القرآن عن ظهر قلب يحفظ معاد أي نظم كان وين يحفظ السنة كان وين يحفظ المتون حول يحفظ ضجر في جماعة الخير جماعة لماذا المدرسة القديمة الآن وأحيي أن يشوف قدامي هنا رجال المدرسة الأولى
قديمة لونسيان إيكول. أحييكم تحية خالصة من قلبي من العمق. هل كنت تقرأوا سواسوا مليح؟ تقرأوا العربية إذا تحدثتم بها كنتم فصحاء بلغاء بصورة منه المتعبد بتلاوته. لكن اسمحوا لي، القرآن لم يتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. لا، القرآن ضربة واحدة. لا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ربي قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. السؤال، لماذا لم يتنزل القرآن، لم ينزل هكذا جملة واحدة؟ العلماء اجتهدوا، جابوا لنا جملة من الحكم. من هذه الحكم هذه الأولى، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الذين كفروا قالوا كان القرآن ينزل في محمد صلى الله عليه وسلم يوسف تكلت شغلنا منيس. وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة، ولو نزل عليه جملة واحدة زعما يمنو موزعا مفرقا منجما كاملا. لكن من أراد الكفر فقد اختاره، ومن أراد الإيمان آمن به واستقباله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني لم يتنزل جملة، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أنا عميه يحتاج قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى التثبيت كما يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم يثبت قلوب المؤمنين، ليس كذلك؟ أخطر كل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام تعرضوا لكل ألوان الأذى، للسخرية والاستهزاء. قالوا عنه ساحر، شاعر، مجنون، كاهن، سفرين سواوال. الناس كل شك يرمس لي رب السقار اصبر على ما يقولون. غلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في حق الصحابة، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. الأجد أدر في الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يجقفل يك المحاني إلى آخر. نجمعة الخير، تثبيت. ربي قال في سورة إبراهيم الآية 26 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كاين حكم أخرى، التلطف بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن هذا عظيم، عنده جمال وجمال وهيبة. ربي قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان هذا حال الجبل، هذا الجسم الضخم، فكيف يكون قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميلاد وجد ذرار يزمر ذي قافل القرآن. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أغد حكومة ينزل القرآن في النبي صلى الله عليه وسلم ذي الشتوى، ذي الشتوى تشفتي ذي. إذن هذه حكمة من حكم تنزيل القرآن منجمة. في حكمة أيضا مهمة أيضا، وهي التدرج في تربية المجتمع المسلم شوية شوية. نغلا التخلية، التحلية، نعم شوية شوية. الآيات تربي هذا المجتمع، أدس شوية شوية تصرف قام الشيخ في سنتيكلت يمكن يتورد في عالم التربية وزماس في قضية ونضربة واحدة يسوي باش يقدر يتربى شوية شوية هكذا. لذلك يقول الحكماء الإنسان أطول المخلوقات حضانة. أنا عميه الإنسان أطول المخلوقات حضانة. أقروذ حوجي مولان الدنيا شوت شويت أذي تموروذ أصحفظنا مشاري الحوم أصحفظنا مشاري يتش أصحفظنا مشاري يوث. بعد نبي عصات وسمسين يا غلام إني معلمك كلمات، كما قال في حديث الذي أشرنا إليه قبل حين. نغفي حديث آخر يا غلام يا درمشطوح سمي الله
وكل بيمينك وكل مما يليك. حنا نعلموا الصغار باش يقول بسم الله في الصغر ولا لا؟ لا، اذا كان ما يعرفش يقول بسم الله كي يكون صغير كي يكبر يبدا الماكله بلا ما يقول بسم الله. كي تقول قول بسم الله يقولك علاه سيدي انا اللي جبت هذا انا يا سيدي وقراص مسكين بقى على خير. بين صغير عنده غير 50 سنه في عمره، مي الطفل الصغير كي تعلمو بسم الله الحمد لله يتعلم. صافي القران الكريم ينزل منجم باش يتدرج في تربيه المجتمع. كاين حكمه اخرى، ايه هي؟ تدرج في التشريع. اشرنا قبل حين الى التشريع، تشريعات شويه شويه ماشي ضربه واحده، شويه شويه. طبعا ليس مقام التفصيل باش نفصلوا، ولكن تكفي الاشاره. صافي القران نزل منجما موزعا على مدار 23 سنة. المهم كمل هكذا، المتعبد بتلاوته. ومنه البسملة، انتبهوا، المصنف تاج الدين السبكي مذهبه شافعي، مذهبه شافعي. لو كان ما نعرفوش هذه الخلفية، هذه المعلومة، ممكن يصلنا واحد الإشكال. أولا كلمة البسملة، تجيب مصطلح دين البسملة، معنى بسم الله الرحيم. كي يقول لك الحمدلة، كي يقول لك الحولقة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فاهمين؟ صافي البسملة المقصود بها هنا بسم الله الرحمن الرحيم. إذن المصنف تاج الدين السبكي شافعي المذهب، لذلك قال ومنه البسملة، معناه صرح بالرأي الصحيح في المذهب الشافعي أن البسملة هي آية من القرآن في أول كل سورة. لذلك تسمعوا الإمام كي عنده مذهب شافعي يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، حنا علاش ما نسمعوش مشايخنا يقراوها؟ مالكية. طبعا هذه النقطة فيها تفاصيل، احنا في الأصول صافي ما ندخلوش هذيك في الإشارات. قلت لكم سادتي علم الأصول يخلي المخ يوسع يتسع أوبليجي لازم يتوسع. ومنه البسملة، أنا قلت لك هذا مذهبه الشافعي، صافي راك فهمت. أول كل سورة، هو اللي قال هذا ماشي أنا، هو مصنف قال ومنه البسملة أول كل سورة. معنى راهي قلنا تاج الدين السبكي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم اللي راهي في أول كل سورة هي من القرآن بصريح العبارة. بعد واش قال؟ غير براءة، مقصود ببراءة التوبة. أقول ما قاله العلماء، ربما عندي بعض هكذا شويه تعليقات بكل تواضع في بعض الامور، لكن يقول لك براءة ما عندهاش بسم الله الرحيم لانها سوره تسمى سوره القتال، تسمى سوره السيف، تسمى سوره كذا الفاضحه للمنافقين وكذا. انا اقول انقل ما قاله العلماء، انقل ما قاله العلماء فقط، فبالتالي يقول لك ما كانش فيها بسم الله الرحيم، ولكن موجوده واحد السوره فيها إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النمل الآية 30. واش قال؟ ما المصنف قال ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة. وبعدين على الصحيح، لماذا قال على الصحيح؟ لأنه هذا هو المشهور عندهم، لأنه كاين أقوال أخرى في الشافعية، ولكن هو قال على الصحيح، معناه على الصحيح في المذهب الشافعي، هذا هو المراد. لا ما نقل أحدا على الأصح، يعني كاين أمور
وبعدين إلى أن يقول والسبع متواترة وكذا، إشارة إلى قراءة السبعة، قراءة أبي عمرو، قراءة نافع بن كثير، قراءة عامر وعاصم وحمزة والكسائي إلى آخره إلى آخره. هذا لو كان دخلوا في هذا نقضي وقت كثير، لذلك عندي بعض الملاحظات نقولها في نهاية الدرس إن شاء الله. لذلك الآن نأتي إلى الكلمات الأخيرة الختامية في مجلس اليوم. قال غير براءة على الصحيح. إذن المقصود بعلى الصحيح معناه في المذهب الشافعي، ونفهم من هذا الكلام أن هناك آراء أخرى في المذهب الشافعي لا ما نقل أحدا على الأصح، يعني ذلك ليس بقرآن. الآن جماعة الخير، هناك مسألة محل اتفاق، هناك مسألة محل اختلاف. محل خلاف، محل اتفاق أن بسم الله الرحمن الرحيم ثابتة في سورة النمل الآية رقم 30، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا محل اتفاق بين العلماء سلفا وخلفا، فهي آية من القرآن الكريم راهي في سورة النمل الآية رقم 30 سمعتها. عدم ثبوت يعني بسم الله الرحيم في سورة براءة، هذه أيضا محل اتفاق. أما في أول السور هذا محل خلاف بين العلماء، فهي مسألة خلافية ولا نتعمق في بسط الخلاف القائم بين العلماء. نلتقي في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جاء مثل ويث أرث من الليث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.